خلينا نصور معاه. أضرار هذا البيت انظر، والقرية ذي كامل محاصرة الآن، ما نشتي نطالبهم يفتحوا طريق من هناك لهم، طريق للبلاد هذا كامل، هذا محاصرين من السيل كامل، فيه ضحايا من السيل 17 ضحايا من أضرار السيل. أول مرة هذا الماء يسيل من هنا، يعني من بداية من يوم صلحوا السد، ومن قبل من قبل السد الأول يعني ما قد نسح منه إلا هذا المرة. هذه المنطقة غمرت مشاريع المياه، غمرت الآبار اللي هم أكثر من شهر وهم يناشدوا يعني في إنقاذهم بمياه الشرب. سبق المفيض هذا عاصفة التي عصفت بمنازل الناس وهدمت خيامهم واقتلعت معارشهم ومساكنهم التي مكونة من عواد الأثل أو حلقات الشبك أو الخيام، اقتلعتها تعرضوا، كانت كارثة بضعف كارثة، أضافت إلى معاناة ثم معاناة أخرى فوق معاناة النزوح والحر وعوامل.